أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من مات في المدينة النبوية يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص، فتكون بذلك خاصية لمن مات بالمدينة؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ولا ينفع الإنسان إلا عمله. مات في المدينة أو في المشرق أو في المغرب أو في بر أو في بحر، لا ينفعه إلا عمله، ولكن إذا كان من المؤمنين فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله في أي مكان مات. نعم.